من بعيد من فوق التلال والهضاب المطلة عليها تبدو فاس مدينة فاتنة مستلقية تحت الشمس، تشد الناظر إليها ببنايتها المتقاربة وقبابها المكسوة بالقرميد الأخضر ومساجدها المشرئبة بمآذنها وأبراجها الشامخة. يزيد من إشعاع فاس احتضانها لعدة جامعات ومدارس ومعاهد أنجبت أفواجاً من طلبة العلم والمعرفة تألقوا في مجالات شتى. الأستاذ الجليل عبد القادر المصباحي يعد من أبرز هذه النماذج. ولد فاقداً لنعمة البصر، نشأ وترعرع بحمة وعري بحي زقاق الرمان. بدأت رحلته مع طلب العلم من الكتاتيب القرآنية المحيطة بجامع القرويين، وتوجت بنيله دكتوراه في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالرباط. بالرغم من أن ولادتي كانت في عين هبرة ولاد جامع على بعد 25 كيلومتر من مدينة فاس، شاءت الأقدار وقضى الله أن ننتقل إلى هذه المدينة حيث نشأت في هذا البيت، وقد شكلت هذه الدار منشأ خصبا وحقلا لأخذ البطولة الأولى في تربيتي ومنشئي. وفي هذا البيت كنا أسرة طيبة، أسرة واحدة مع بعض الجيران، وكانت الغرفة الفوق كانت تقريبا خاصة بنا، وكانت الوالدة أبقاها الله وأطال في عمرها حريصة على تعليمنا وعلى حفظنا لكتاب الله عز وجل، حيث أخذتني الأسرة إلى الكتاب المجاور كتاب درب البن عند الفقيه الجليل سيدي بن سبيكة. هذا الفقيه الجليل الذي كان يحرص على تحفيظ القرآن وكنت أحفظه عن طريق السمع. ملي كان صغير وحنا كان ديوه من المسيد عاوتاني درناه بالمدرسة وحنا غاديين معه، هو الله عطيه ستر، تا هو كيجاهد كيقرا مزيان، وتا هو كان كيخصو يقرا وكان كيخصو يجاهد. كان هذا الفقيه يشكل نموذجا لهذه الكتاتيب التي كانت تملأ مدينة فاس، حيث إن القرآن كان تصلح به الحناجر في كل حي. هذه يعني هذه المدينة المعلومة بالفقه والعلم والقرآن الكريم، حتى إن الصناع وكثير من الصناع كانوا يحفظون القرآن عن طريق السمع، وكثير من الصناع كانوا يعلمون كثيرا من أبواب الفقه، لأن هذا المكان المحيط بجامعة القرويين كان يشكل ويمثل حقلا للعلم والفقه والورع وهكذا. السيد المصباحي كان من الجيل ديالنا، من الطفولة ديالنا، وكان حارس على حفظ الكتاب، وكنا لعبنا صغار ولعبنا جميع، هو مشى الاتجاه ديال حفظ القرآن وحنا عاود استجهنا الاتجاه واحد اخر، والرجل كان طيب الى اقصى درجة في ذاك الوقت. هذاك لما بلغ الفتى عبد القادر المصباحي العاشر من عمره، وكان يومئذ قد حافظ القرآن الكريم وبعض المتون العلمية، انتقل إلى مؤسسة محمد الخامس لإنقاذ الضرير بفاس، وبعدما حصل منها على الشهادة الإعدادية التحق بالمعهد الثانوي لجامع القرويين الكائن بقصبة الشراردة التاريخية. في حضن هذه المنارة العلمية نهل عبد القادر من معارف علمية متعددة، وذلك على يد أساتذة كبار نذكر منهم العلامة سيدي محمد بن حماد الصقلي وسيدي عبد الله الداودي وسيدي محمد العمراني الزرهوني رحمة الله عليهم جميعا. وكللت دراسته بالمعهد الثانوي بنيله سنة 1966 شهادة البكالوريا في الآداب الأصلية. وأول الأفواج أو أول فوج عملته معه هو واحد الفوج، واحد المجموعة من تلاميذ النبغاء الذي كان منهم تلميذي العزيز سيدي عبد القادر المصباحي، وكان من أنبل التلاميذ، وكان من أذكاهم، وكان يمتاز بخلق حسن، وكان يتجاوب مع الأستاذ
بطريقة طيبة جدا، وبقي كذلك. وبعد شهادته الابتدائية التحق بالإعدادي ثم بالثانوي. تلك المؤسسة الجليلة التي حصلت فيها على الشهادة الثانوية البروفي حاليا، حيث تأهلت إلى الالتحاق بهذا المعهد، المعهد الثانوي لجامعة القرويين، هذا المعهد العديد الذي كان يتبع ويطبق التعليم الأصيل، فأخذنا فيه جملة من العلوم الدينية، العلوم الشرعية والأدبية، قرأنا فيه الأصول والفقه والتفسير والحديث واللغة والنحو إلى غير ذلك من تلك العلوم، على جملة من الأساتذة الأفاضل الجهابدة آنذاك، أمثال سيدي عبد الله الداودي وسيدي عبد الكريم الداودي وسيدي محمد الحلوي وسيدي التقي العلوي التقي العلوي وجملة من العلماء آنذاك. على أنني في هذه الثانوية كنت أدرس وحدي كفيفا مع إخواني المبصرين، وكنت أستعين بطريقة براي وبآلات سجيل، لأن ظاهرة السماع الاعتماد على السمع كان ضروريا في هذه المرحلة. وبفضل الله وبفضل المساعدات إخواني الطلبة وإخواني الأشقاء حصلت على شهادة البكالوريا التي أهلتني إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي. لابد أن نذكر بتاريخها الذي يحمله خريجوها من القضاة ومن العلماء ومن المفكرين الذين يشغلون مناصب عليا داخل الوطن وخارج الوطن، ومن ضمنهم أستاذنا الجليل السي عبد القادر المصباحي الذي يعد من خيرة طلبة هذه المؤسسة بالحضور وبالعطاء والمردود. بعدما أحرز الطالب عبد القادر على شهادة البكالوريا وجد نفسه أمام عدة اختيارات، لكن ميوله الأدبي وجهه لمتابعة تعليمه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس. وللاستفادة من المنحة الجامعية انتسب في الوقت نفسه إلى كلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين. كونه كفيفاً لم يثن من عزيمته أو يعيقه عن التميز بين أقرانه في كلتا الكليتين. كثيراً ما فرحت لتسجيلي في كلية الشريعة، لأنني وجدت بها علماء مغاربة أساطين العلم والأخلاق والأدب. وجدت هناك العميد الجليل رحمة الله عليه سيد الجواد السقلي، والأستاذ سيدي علا الفاسي، والأستاذ سيدي عبد الرحمن الغريسي، وسيدي عبد العزيز بن الخياط، وسيدي عبد الرحمن الشامي وغير ذلك. ووجدت كذلك بعض المشارقة كالدكتورة عائشة عبد الرحمن التي قرأت عليها في كلية الشريعة وفي دار الحي الحسنية. أما كلية الأدب فكانت لي ميول للتعاطي، ميول أدبية وميول شعرية، حيث أصررت على أن أتابع دراستي هناك مع هذه الكلية، إذ كان هناك العميد الأستاذ سيدي أحمد اليابوري، ثم بعد ذلك سيدي عبد الوهاب التازي، ومع أساتذة مغاربة ومشارقة، مغاربة كالدكتور سيدي عبد السلام الهراس والدكتور سيدي الزمامة، والأساتذة سيدي ريس الكتاني وسيدي محمد الكتاني، ميزهم الله رضي الله عن الجميع، بالإضافة إلى الأساتذة المشارقة كالدكتور نجيب البابيتي والدكتور الأشتر والدكتور الجليل سي عبد الله الطيب. إنسان خلوق مر من هذه الكلية، كان من أحد طلبتها المتفوقين. مصداق ذلك أنه في الآن نفسه كان يتابع دراسته في الكلية المجاورة، وهي كلية الشريعة، وحصل منها سنة 69 على شهادة الإجازة. إذن فكان حرصه على تلقي العلم في هذه المدينة العامرة في كلية الآداب وكذلك في كلية الشريعة، إذن خول له أن يحتل مكانة علمية بين أقرانه وبين جيله. كونه كفيفا لم يحل دون متابعة دراسته، دون ركوب التحدي ومواجهة الصعوبات التي واجهته هو وكانت تواجه جيله آنذاك. تمكنت من تجاوز جميع الصعاب بفضل تلك المساعدات التي كنت أجدها من الكليتين معا، سواء من الجهاز الإداري
ابتداء من السيد العميد إلى الأساتذة إلى الطلبة الذين كانوا يساعدون يأخذون بيدي عند الدخول والخروج والمرافقة في الحافلة إلى المدينة. ذلك لأن البنايات كانت شاسعة جدا، فكانت هناك هذه الكلية كانت 3 بنايات فقط، وكان الفضاء واسعا جدا، يصعب علي ككفيف أن أسير وحدي. ولذلك كنت أجد في الطلبة شيئا كثيرا من المساعدة، سواء في التنقل أو في الدراسة، لأن الوسائل المتاحة آنذاك لم تكن شيئا كثيرا باستثناء طريقة براي والآلات القديمة للتسجيل. في سنة 1969 توفق أستاذنا الجليل عبد القادر المصباحي في الحصول على شهادة الإجازة العليا في الشريعة الإسلامية، وبعد 3 سنوات من الدرس والتحصيل بدار الحديث الحسنية بالرباط نال دبلوما في الدراسات العليا. في هذه الفترة من حياته انخرط في سلك التدريس العمومي لمؤسسة محمد الخامس لإنقاذ الضرير بفاس. بكل تفان وإخلاص مارس هذه المهنة لمدة فاقت 3 عقود. جل طلبته يحتلون اليوم مراتب عليا في شتى المجالات. عينت أستاذاً بمؤسسة محمد الخامس إنقاذ الضرير التابعة للمنظمة العلوية بفاس، إذ أن هذه المؤسسة تضم الأبناء المكوفين، التلاميذ المكوفين، مما حملني رسالة خاصة فوق الرسالة الأولى، لأنها إلى هذه الشريحة تمثل بالنسبة إلي شريحة مهمة يجب أن تعبر ويجب أن تنتج ويجب أن تبدع. ولها ذلك، لأنني ما كنت أتصور يوما أن الإعاقة قيد، أو أن الإعاقة يمكن أن تحول بيني وبين غايتي وبين عملي وبين مساهمتي في بناء هذا البلد العزيز. كان له تأثير علي في حياتي الدراسية بالنظر إلى المجهودات التي كان يبذلها في سبيل تربيتنا، في سبيل تربية التلاميذ وتكوينهم تكوينا علميا، حيث كان لا يالو مجهودا في سبيل ذلك، وكان دائما يحثنا على العلم والتعلم، وأنا مدين له في كثير من المسائل والقضايا التي تعلمتها بهذه المؤسسة. كنت أحاول في تدريسي وفي مهنتي التعليم أن أزاوج بين مهمة المربي ومهمة الأستاذ، فبناء على محاولتي وعلى محاولة العمل بالمناهج التربوية المعروفة، كنت دائما أحاول أن أوفق بين هذه المناهج وبين الوضعية الخاصة لتلامذتي المكفوفين، ودرست جملة من المواد التي كانت تدخل في اختصاصي كالفقه والأصولي والحديث والتفسير، بالإضافة إلى بعض المواد اللغوية. هذا شيء أعطاني فرصة لأعبر ولأساهم في تربية هذه الشريحة. الحمد لله، بالإضافة للتوفيق الوالد ديالي في المسار الدراسي ديالو والحياة العملية، استطاع بمساعدة الأم ديالي باش يكون أسرة مثالية ويسهر على التربية ديالي أنا والإخوة ديالي أحسن تربية، ويساعدونا في الدراسة ديالنا حتى وصلنا جميع المراتب متقدمة. كنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمنى الله يطرف العمر ديال الوالد ديالي ويشافي لينا. اشتغال الأستاذ عبد القادر المصباحي بالتدريس لم يمنعه من مواصلة رحلته مع طلب العلم، فبإصرار كبير تحدى معاناة التنقل بين فاس والرباط، وبنفس الحماس تغلب أيضا على صعوبات البحث في المراجع مطبوعها ومخطوطها. ولم تكتمل فرحته إلا عندما حقق هدفه المنشود المتمثلة في نيله سنة 2004 دكتوراه في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالرباط، وذلك بميزة مشرف جدا. فضلا عن هذا كله، فقد أدلى الرجل بدلوه في مجال التأليف وكتابة الشعر بطريقة برايل. في رصيده اليوم 4 دواوين شعرية متعددة الأغراض،
أغنى بها مكتبته الخاصة. سي عبد القادر المصباحي متخصص في التفعيلة، يضبطها ضبطا متقنا، وكل النصوص التي تمر عليه فهو يفعلها في ذهنه بطريقة عجيبة. له قدرة، سبحان الله، له قدرة خارقة على ضبط التفعيلة وضبط مفاتيح الشعر. وإن كان يحبد الشعر العمودي وشعر التفعيلة فإنه كذلك يميل إلى قصيدة النفر التي تستفزه وتجعله كذلك يبدع فيها ويكتب فيها بأنفتين وبتقنية عالية. نتيجة وضرورة للقراءة وللكتابة وللإحساس بالراحة في الكتابة المتأنية، اضطررت إلى أن أحاول تكوين هذه المكتبة، حيث بدأت منذ 60 سنة تقريبا في هذه المكتبة، وكان أول كتاب اقتنيته هو هذا الكتاب، الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للشيخ محمد القراوي. ومن يومئذ وهذه المكتبة تنمو شيئا فشيئا وتزداد كتابا بعد كتاب، حتى أصبحت اليوم تتجاوز 4000 عنوان. هذه العناوين هي مختلفة المجالات ومختلفة المعارف والعلوم، معارف وعلوم دينية، تفسير قرآن، ومعارف اجتماعية، ومعارف تتعلق بالسنة وبالفقه والأصول وبالتاريخ وبالفلسفة والأدب واللغة وغير ذلك من المعارف المختلفة. رسالة أخيرة أقدمها شكرا وتقديرا للزوجة التي هيئت لي ظروف العلم والدرس، وكانت اليد اليمنى في التربية، تنشئة الأطفال وتدبير البيت. وآخر ما أقوله أن إخواني المعاقين يجب أن نفهم جميعا أن الإعاقة الجسدية لا يمكن أن نعتبرها إعاقة، لأنها فتح ووسيلة للبناء. أما الإعاقة الحقيقية فهي الإعاقة الذهنية، وإلا فنحن جميعا نستطيع أن نسهم في خدمة البلاد والعباد وفي تقديم المصالح وفي المساهمة في بناء هذا الوطن. مسار الأستاذ الجليل عبد القادر المصباحي حافل بالإشراقات والعطاءات، تحدى إعاقته البصرية وحقق بفضل الله ومنه عليه أهدافه المنشودة. يحق لنا جميعا أن نفتخر به وبأمثاله، ويمكننا أن نقدمه قدوة لناشئتنا ولشبابنا، تنير طريقهم وتحفزهم على التنافس في مجال طلب العلم والمعرفة. سبحانك اللهم إنك أعظم وأجل مما قد أدين وأعلم، سبحانك اللهم إنك واحد أحد فتقضي ما تشاء وتحكم، فجرت هذا الكون رحبا واسعا يزداد بعدا حيث لا يتوهم، لا الفكر يقدر أن يلاحقه ولا يقفو جوانبه خيال مفعم، من ذرة صغرى تكبر هيبة والمجهر الأصفى يعي ويترجم، لمجرة كبرى تسبح رهبة ترعى ملايين الشموس وتنظم.